مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم. هي الأجواء الرمضانية المباركة في العاصمة بغداد. الأجواء ربيعية طيبة، ممكن تمطر وإحنا في أثناء هذا الحوار، فيعني الخير وبركة في هذه الأجواء، وأيضا ننتظر الخير والبركة في الأداء السياسي، في الأداء الأمني، لا سيما أن العراق الآن على مفترق طرق ربما في هذه الأجواء الأقليمية المشحونة. البارحة كان بومبيو في بغداد، زيارة سريعة خاطفة كما وصفت. الحديث كان عن ثلاث مسارات أو ثلاث احتمالات لزيارة بومبيو، وبالتالي هناك رسائل ثلاث محتملة أيضا لهذه الزيارة. ناس تقول بومبيو إجا ونبه الحكومة العراقية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، على حمايتها. ناس تقول بومبيو إجا إلى بغداد للتحذير من أن هناك صدام ربما مرتقب في الشرق الأوسط، وناس تقول بومبيو إجا لترسيخ اتفاقيات الطاقة التي يضغط من خلالها على حكومة السيد عادل عبد المهدي. وكل موضوع وكل احتمال إلى قصة وإلى تداعيات وإلى مخاوف ستكون ضاغطة على العراق. كيف سيتعامل معها رئيس الوزراء؟ كيف ستتعامل معها بيئة العملية السياسية ومحاولة تجنيب العراق صدام مسلح والتعامل مع بقية الخيارات؟ راح نحاول نناقش هذه القضايا مشاهدينا الكرام وهذه التساؤلات في حوار يستمر من الآن وحتى المنتصف. كونوا معنا. من تندق الباب بتوالي الليل وانت ما منتظر احد تصيح يا ستار، بس من تفتح الباب وتلقى قدامك وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بهذا الوضع المتأزم بالمنطقة، فكل صعب تقول خير، لان بهذه الحالة العراق صار جزء ما يتجزأ من الصراع الامريكي الايراني، والخوف كل الخوف من التايهات اللي ما تتيه اصلا. البارجة الامريكية USS ابراهام لينكولن قريبة، وطهران مهددة بأغلاق مضيق هرمز، وإحنا جروحنا من الإرهاب بعدها ما طيبة، يعني لا بينا حيل لجمة ولا بينا حيل جرح جديد لا سامح الله. زيارة بومبيو جت بلائحهم ولا دستور، والأمريكان بهذه الزيارة أثبتوا أنهم حشاشين مرتبين. يعني وزير الخارجية صرح أنه زيارته جاية لحماية سيادة العراق، وهو أصلاً مجرد جيته بهذه الطريقة خرق للسيادة. سالمين أبو نيكولاس. بالمقابل اعتبر البعض أن زيارة بومبيو رسالة لزيادة قوة الحكومة العراقية بتعاملها مع إيران كند، يعني ممكن الأمريكان ينطون استثناءات للعراق بالنسبة للعقوبات على أن يستغلها العراق وما يتعرض أي جندي أمريكي لأي خطر على الأراضي العراقية. الله يساعدك عبد المهدي. من صفحة الصيف دق الباب والناس إذا ما جت هالكهرباء بساعات تجهيز زينة الله ليستر منهم، ومن صفحة شركاء العملية السياسية اللي يريدون يكسرون العقوبات على إيران ورافضين الهيمنة الأمريكية، ومن صفحة الأمريكان اللي يسعون لقطع العلاقة بين إيران والعراق، ومن صفحة المنادين بالسيادة وبأخذ موقف الحياد، وهذا اللي مستحيل يتحقق ضمن هذه المعادلة. يعني الشك كبير والرقعة أصلا ما موجودة. شلون راح يتعامل العراق ويا هذه الضغوطات؟ وراح يصير اجتماع للكتل السياسية للخروج بموقف سياسي موحد من الوضع؟ هذا ما ننتظر معرفته بالأيام الجاية. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، أهلا بكم إلى هذا الحوار اللي إحنا صراحة مترقبين آثار مثل هذه الزيارات. ويعني قد تكون الأجواء في التصريحات والمواقف السياسية في المؤتمرات الصحفية التي عقدت لا سيما من جانب الأمريكان كلها تتحدث عن تصعيد وتهديدات ورسائل تهديد مبطنة، والخيارات كلها مفتوحة. وبالتالي حديثنا مو عن الخيارات فقط، حديثنا عن العراق. العراق أين أمام هذا التصعيد وأمام هذه الزيارات التي تمثل بالتأكيد نذير شؤم على المنطقة إذا ما تفاعلت لما فيه ضد مصالح
العراق. معنا في هذه الحلقة العميد يحيى رسول الناطق باسم وزارة الدفاع، الدكتور ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أهلا بكم ضيوفا على شاشة الفلوجة في حوار حتى المنتصف. سيادة العميد، في قلب العسكر جنابك، وأكيد ترصد أي تفاعل أمني وعسكري فيه مخاطر على العراق، مثل هذه الزيارات يعني كيف تتعامل معها وزارة الدفاع والضيف هو وزير خارجية أمريكي مثل بومبيو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحياتي إليك ولضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام، وأيضا من خلال شاشتكم نتقدم بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون خير للعراق وللشعب العراقي وعلى الأمة الإسلامية. وللتنويه، أنا ليس الناطق باسم وزارة الدفاع، وإنما الناطق بخلية الإعلام الحربي لقيادة العمليات المشتركة ليكون يعني المشاهد على الطلاع. بس اليوم سيادة العميد، اليوم نيولوك تعلمنا نشوفك بيرية وخاكي. أنا أعتقد هي هذا اليوم تغيير، وهو في نفس الوقت رسالة يعني. صح. يعني أعتقد اليوم العراق يمر بظروف جيدة. بالقوة عرفناك يعني من السالفة. إن شاء الله راح نوغاد تكون بعد جيد. بعض اللقاءات ممكن أن تكون بالملابس المدنية. هي أعتقد إنه هي رسالة مهمة. اليوم يعني العراق بفضل التضحيات الكبيرة التي أعطيت يعني بدماء الشهداء الزكية والمعارك اللي خاضتها قطاعاتنا والتحرير، يمر بظرف أمني الحمد لله وشكرا نستطيع أن نقول عليه جيد جدا. وممكن أنت في بغداد وتشوف بغداد وخير وبركة. خير وبركة الحمد لله وشكر. أنا أعتقد اليوم مهمة القوات المسلحة العراقية والقطاعات المشتركة العراقية هي الاستمرار بعملية الحفاظ على النصر اللي حققناه، والاستمرار بعملية استئصال ما تبقى من فلول إصابات داعش الإرهابي. ولهذا نرى أنه لدينا عمليات تفتيش وعمليات نوعية تقوم بها قطاعاتنا سواء في المناطق السلاسل الجبلية وأيضا في مناطق الصحراوية، وكان آخر العملية الواسعة والكبيرة التي نفذت من خلال اشتراك ثلاث قيادات، هي قيادة عمليات الجزيرة وقيادة عمليات الأنبار ونينوى، في منطقة صحراوية مهمة كان يتواجد فيها عدد من فلول إصابات داعش الإرهابي، وكانت ضربة نوعية لقطاعاتنا وكانت أيضا مسندة بالغطاء الجوي العراقي. ما يهمنا مثل ما أشرت هو سلامة الأراضي العراقية وسلامة المواطن العراقي، وواجبنا كقوات مشتركة هي الدفاع عن العراق. اليوم حتى في الدستور العراقي يمكن يعرف الدكتور، هو يعني دستورنا يسمح لنا أن ندافع عن العراق، لكن يعني ليس هذه القطاعات وهذه القوة هي ليست مهاجمة أو باتجاه الاعتداء على أي جار من دول الجوار. الحذر حقيقي سيادة العميد؟ يعني معالم التصعيد واقعية وبالتالي يتطلب منكم الحذر والجهوزية العالية؟ أولا احنا جاهزين لكل الاحتمالات، هذا شيء طبيعي جدا، لكن أنا أعتقد يعني من خلال مشاهدتي واستماعي لي يعني مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات، هناك تصعيد إعلامي كبير جدا وتخوف يعني أربك الرأي العام وأربك المواطن. يعني الأمريكان دي يصعدون إعلاميا؟ لا لا، أنا ما قلت الأمريكان. من العدد ممكن صعد؟ هو باوع، أنت هناك يطلع وزير خارجي الأمريكي يصرح، ممكن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا هناك تصريحات، لكن المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام تضخيم وتصعيد بشكل كبير جدا. احنا من واجبنا مثل ما أشرت هو الدفاع عن العراق وأن نحافظ العراق، ورسائلنا واضحة جدا أنه العراق لن يكون ساحة أو منطلق للاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة لنا ضمن المنطقة، وهذا واجبنا اللي نمل عليه. لكن أيضا كقطاعات مشتركة احنا متهيئين لكافة الاحتمالات، وأيضا نقوم بعملياتنا النوعية والاستباقية الحفاظ على سلامة الأراضي العراقية وسلامة المواطن العراقي، وهذا العمل المستمرين به بشكل يومي ومخطط له من خلال قيادة العمليات المشتركة. طيب طبعا احنا ضيفنا الثالث الان وصل، الاستاذ علي العبودي عضو مجلس النواب سيادة النائب. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. الله. مرحبا جنابك. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. نعتذر عن التاخير. رمضان بالعكس، اهلا وسهلا. ومحسوب عليك التاخير بس يعني شو السالفه. مرحبا سيادة النائب. مساك الله بالخير. مساكم الله مرحبا بالخير. مساكم الله بالخير. اهلا وسهلا. حياكم الله. سيادة النائب علي العبودي
عضو مجلس النواب، مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا حياكم الله. في شاشه الفلوجه في حوار حتى المنتصف، طبعا الحديث تعرف جنابك بدنا نناقش زياره بومبيو البارحه فاجئ بها بغداد، ويعني كان الحديث مع سياده العميد يحيى رسول بان اللي دا يصير الان هو عباره عن يعني تصعيد اعلامي اكثر مما هو ربما يمثل خطرا على العراق، مو سياده العميد هاي اكيد الفترة. اكيد انا قلت لك، انا اشرت في كلامي قبل قليل، ممكن ان تكون هناك تصريحات من الجانب الامريكي او من الجانب الايراني، وهذا شيء طبيعي ما بين دولتين يكون هناك تصريح من وزير خارجيه او من وزير خارجيه من الجهه الاخرى. احنا يعني كلامنا واضح، وحتى توجيه يعني وكلام السيد القائد العام للقوات المسلحه، وانه العراق لن يكون منطلق باتجاه ان او يستخدم ان يكون منطلق باتجاه الاعتداء على اي دوله جاره. هذا هو حقيقه عملنا، واحنا كقوات مشتركه عراقيه، قوات مسلحه عراقيه، واجبنا هو حمايه الاراضي العراقيه، سلامه المواطن العراقي والدفاع عن العراق. سياده العميد، هذه الجزئيه مهمه، يعني لما تقول طبعا فعلا وهذا لا خلاف عليه، نعم، بانه واجب القوات المسلحه العراقيه هي حمايه الاراضي العراقيه والمصالح العراقيه، لكن رسالة بومبيو واحدة من الرسائل المتوقعة أو المسربة، يعني متداول أيضا على في صفحات المحللين. بومبيو قال للحكومة العراقية عندنا مصالح يمكم، عليكم تحموها في حال اندلع النزاع. بالتالي هل من مهام القوات المسلحة العراقية أن تحمي مصالح الآخرين؟ بمعنى هل من واجب القوات المسلحة العراقية حماية السفارة الأمريكية القريبة في بغداد؟ يعني أولا شوف، هاي تصريحات يعني احنا ما كانت شغله رسميه، يعني مجرد انه تسريب في الاعلام، لكن هذا كمثال تسريب في الاعلام، احنا نستشرفها كواقع صارت واقع. احنا بالنسبه شوف، اولا احنا بالنسبه ان واجبنا هو مثل ما اشرت حمايه الاراضي العراقيه، حمايه المصالح العراقيه. اليوم العراق لديه تحالفات دوليه، لديه علاقات دوليه مع دول عديده من الولايات المتحده الامريكيه، نعم، دائما احنا، وايضا لدينا علاقه طيبه مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، لدينا الان علاقه ايضا طيبه مع المملكه العربيه السعوديه، مع المملكه الاردنيه، مع كل دول الجوار. الامريكيه دوله قويه نعم، احنا لا يمكن تجاهلها اكيد، لكن احنا واجبنا واضح، واجبنا واضح، لن نسمح تكون يعني هذا الكلام السيد القائد العام للقوات المسلحه ان تكون الاراضي العراقيه منطلق للاعتداء على اي دوله جاره. اثنين، حمايه الاراضي العراقيه، حمايه سلامه المواطن العراقي، حمايه المصالح العراقيه، لان هي كلها هي تعتبر ملك للشعب العراقي. فاعتقد رسائلنا كانت واضحه، واعتقد اليوم ايضا كان تصريح للرئيس الامريكي انه في يعني مستعد لان يكون في حوار مع ايران وبدون اي شروط. كمثال يعني انت شوف السياسه اليوم يعني غير ثابته، تصريح يطلع بتصريح معين ومن ثم يخرج بتصريح اخر، هذا ما نراه في السياسه. احنا كعسكر بعيدين عن السياسه، للسياسه رجال وهم يقودون هذه السياسه، واحنا كقوات مشتركه عراقيه واجبنا واضح، حمايه المصالح العراقيه والالتزام بالقائد العام للقوات المسلحه وحمايه الاراضي العراقيه وسلامه المواطن العراقي. دكتور رمضان مبارك عليك. رمضان مبارك عليك. الان مثل هذه التصريحات اليوم حسيت اكو فوره تصريحات امريكيه ما بعد زياره بومبيو الى بغداد، يعني مؤتمر الصحفيه هوك حكى، بولتون حكى، بومبيو حكى، حتى ترامب حكى، وبالتالي يعني ذول صقور الاداره الامريكيه اللي يديرون الوضع على المستوى الاعلامي والسياسي وحتى الامني، باعتبار انه بولتون هو صاحب نظريه خنق ايران. الجماعه دي يتكلمون جد برايك؟ وبالتالي العراق ممكن يتحول الى ساحه، وبالتالي بومبيو اجى يقول لك انتبهوا ترى العراق في خطر والمصالح الامريكيه في العراق في خطر. شكرا جزيلا، رمضان كريم عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين وجميع العراقيين. خلي اوصف لك يعني الحاله اليوم العراق اللي بيها، ونقتبس شويه من الطقس اللي هسه احنا عايشين به. والله لطيف، حتى اذا مطرت اي حتى بزونة يمي حتى غائم اكو رياح متعاكسه، اكو رعود بارق. بالضبط، خريف. هاي ممكن انه نجي نشبهها على وضع العراق ووضع المنطقه حاليا. نعم، اليوم المنطقه تعيش حاله من الاضطراب، حاله من التوجس، حاله من الترقب. اكو راح يكون هناك تساقط امطار مثل ما هسه اذا زين اذا ظلت على تساقط الامطار لا من انا انا صواريخ انا التصعيد راح يصير امطار بالصواريخ، هاي اللي ما نتمناها بالتاكيد. منطقتنا والعراق ممكن انه
يكون بها هذا، لكن الواقع وين يشير؟ نعم. الواقع أنه اليوم أكو تصعيد، وتصعيد عالي جدا في الملف النو الإيراني أو ملف العلاقات الإيرانية الأمريكية تحديدا. نعم. العراق في منتصف هذه النقطة اليوم، أكو تصعيد في مسألة العقوبات الاقتصادية على إيران. قبلها بفترة أسابيع كان هناك إعلان أمريكي بأنه الحرس الثوري يكون أو يعتبر كمنظمة إرهابية، هذا بحد ذاته تصعيد. اليوم شفنا إحنا مثلا إيران أيضا، الرئيس الإيراني أيضا أنه خفض مستوى التعاون في مسألة الملف النووي. نعم. الإيراني. نعم. وأعطى رسائل أو أرسل رسائل إلى الدول الخمسة اللي كانت أو شاركت في اتفاقية الملف النووي الإيراني. نعم. هذا كله تصعيد. بارجات وصلت إلى ب52 وصلت ب52، هاي كلها تقرأ أنه اليوم المنطقة أكو حالة من الترقب. لكن خلوا نروح يعني ممكن أنه نشوف، هل السؤال بشكل مباشر هل ممكن أنه تحدث حرب؟ راح تصير حرب ما بين أمريكا وما بين إيران على كل المستويات. الخسائر اللي ممكن أنه يجنيها الطرفين من تصعيد عسكري أو احتكاك عسكري أعتقد أنه غير مرغوب به، وواضح هذا الموقف من الطرفين. التصريحات الأمريكية دائما كانت تتحدث أنه إحنا مو نريد نغير النظام السياسي في إيران بقدر ما نريد أنه نغير السلوك، وغير راضين على الاتفاقية النووية، وبالتالي نريد نعيد الشروط بمفاوضات جديدة. طيب طبعا المطر الثقلت، اي ثقلت، والوضع ده يخرج عن السيطره. خلينا نروح فاصل سريع عسى ولعل يعني هاي سحابه صيف حتى تمر بسرعه، وبعدين نستنى في الحوار ويا ضيوفنا. مشاهدي الكرام يعني نترخصكم سريعا بهذا الفاصل اللي انجبرنا عليه، نرجع لكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في حوار يستمر حتى المنتصف. طبعا قبل الفاصل داهمتنا أمطار الخير بالعاصمة العراقية الحبيبة بغداد في هذه الأجواء الرمضانية المباركة. يعني دخلنا سريعا إلى أن انتهت هذه المزنة الصيفية، ورجعنا لكم للحوار عن زيارة بومبيو التي حصلت يوم أمس في العاصمة بغداد، وتداعيات مثل هذه الزيارات وجملة التصريحات التي سيقت بعد هذه الزيارة فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بالعراق والمصالح الأمريكية في العراق، وخطورة تداعيات كل هذه التصريحات على الحالة العراقية. دكتور، كنا أتحدث معك في هذا السياق، احنا وين وصلنا في يعني تحليلك لنمط العلاقة وسيرها فيما يتعلق بالعراق تحديدا؟ هذه الولايات المتحدة الأمريكية جادة في نهاية المطاف في التعامل مع يعني الحالة العراقية تجاه إيران؟ يعني أعتقد أنه السؤال الأساسي اللي طرحته، هل أنه الطرفين إيران وأمريكا يريدون الذهاب إلى الحرب؟ لا، لحد الآن مع هذا التصعيد ممكن العسكري أعتقد أنه بعيدين عن الحرب. الطرفين يريدون تفاوض، لكن تفاوض مو بالطريقة المعلنة، يحتاج أنه مثلا إيران متى تروح إلى طاولة مفاوضات وهي تحت الضغط، وبالتالي تبدو وكأنها مهزومة. هاي مهمة جدا يعني بالنسبة لإيران وأيضا أمريكا، لكن هذا ما يعني احتمالية الحرب غير قائمة. احتمالية الحرب في أي لحظة ممكن أن تكون موجودة، لكنها في صالح من دكتور برأيك؟ الوقت أعتقد أنه اليوم أكو مكاسب أمريكية أكثر مما هي مكاسب إيرانية. مكاسب أمريكية لأنه نعرف عن الوضع الاقتصادي اليوم في إيران صعب جدا، المواطن الإيراني يعاني جدا، وهي حقيقة ومعروفة، وتقدر ترجع إلى مسألة التمويل الإيراني وكيفية انهياره بالقياس إلى الدولار، حزم العقوبات المتصاعدة. أيضا طبعاً دكتور طبعاً، يعني اليوم هناك حزمة جديدة من العقوبات صدرت يعني قبل ساعة تقريبا. اي نعم، على إشكالية. وهاي ايضا هاي يزيد يعني، وهاي ردا الحديد النحاس ردا على يعني اليوم الموقف الإيراني في الانسحاب او تخفيض التعاون في الملف النووي. نعم. قضية الملف النووي. نرجع احنا العراق وين؟ العراق اعتقد انه في وقت او في موقع صعب جدا.
قضية الموازنة ما بين هذه المصالح صعب جدا. بنرجع لزيارة بومبيو يوم أمس اللي طرحته في مقدمة البرنامج، هاي الاحتمالات أعتقد ثلاث احتمالات أيضا موجودة في هذه الرسائل. أكو قضية يعني اللي إجى بومبيو وده يتحدث عن أنه هناك مخاطر على المصالح الأمريكية في العراق، وبالتالي من واجب الحكومة العراقية أن تحمي هذه المصالح. أعتقد عميد يحيى يتحدث عن مسألة أنه الموقف العراقي المعلن وهذا دستوريا أنه لا يجوز أن يستخدم الأراضي العراقية في الاعتداء على أي دولة أخرى. نعم. وهذا دائما يعني مطروح يعني في قضية إيران تحديدا. في جانب آخر، في جانب آخر المصالح الأمريكية في العراق تدخل في هذا المسألة، في هذا المشهد يعني اللي ذكرها سيادة العميد الآن بأنه الحكومة العراقية والقيادة العامة القوات المسلحة العراقية ملتزمة بتوجيهات القائد العام القوات المسلحة بعدم السماح أن تكون الأراضي العراقية منطلقا لمهاجمة دول أخرى سواء إيران أو غير إيران. وبالتالي هنا الحديث أن يعني مو تلقائيا هذا أو اعتباطيا راح يصير هذا، هناك خشية أن المصالح الأمريكية في العراق ستستهدف وهذا يستدعي تحرك أمريكي. يعني وهذا أمريكا اللي حدث، هذا اللي حدث يعني الزيارة يعني هذا الشيء هذا الخطر قائم فعلا، وبالتالي تحذر منه أمريكا يعني مبكرا. هو أكو تصعيد، أكو تهديدات يعني إيران من يعني تنقلق بهذه الطريقة ممكن أنه تبقى يعني ساكتة، بالتالي يتوقع منها رد معين. الرد المعين من المصالح الأمريكية في العراق ممكن أنه تتعرض إلى التهديد. هنا رسالة بومبيو في لقائه يوم أمس تحدث أنه من مسؤولية أيضا العراق أو الحكومة العراقية أن تحمي المصالح الأمريكية بالعراق لاعتبار أساسي، بما أنه العراق دستوريا ما يحق له يعني أنه تستخدم الأراضي العراقية للاعتداء على دولة أخرى. أيضا هذه دولة صديقة، والقوات اللي موجودة في العراق الأمريكية في العراق أجت بطلب من الحكومة العراقية. الحديث أيضا حتى على مسألة السفارة قبل قليل تم أنه تحمي السفارة، هاي حتى خارج إطار الدستور، هاي ضمن اتفاقية جنيف، بمعنى أنه السفارات أي سفارة مجبرة أي دولة طبعا مجبرة لحماية السفارة وللمصالح الأمريكية اللي موجودة بدعوة من الحكومة العراقية. هي ليس فقط السفارة الأمريكية، أي سفارة موجودة، أي سفارة، إيه لا أي سفارة، وذلك يعني اتفاقية جنيف. اتفاقية جنيف هي مسألة الحصانات ومسألة الحماية للسفارات الأجنبية. سيادة النائب مرحبا بحضرتك، كل عام وانتم بخير، حياكم الله. احنا يعني همين يعني نرحب بك سواء جئتنا مبكرا او جئت متأخرا، مرحبا بجنابك على قناة الفلول. حياكم الله. طبعا يعني كمجلس نواب يعني تراقبون بأنه مصالح العراق في خطر من هذا التصعيد؟ يعني اليوم الكلام دا يتجه نحو المزيد من العقوبات، نحو المزيد من التضييق على إيران، وبالتالي احنا ما لنا شغل لا بإيران ولا بأمريكا. العراق وين في هذه المعادلة؟ إلى أي درجة مصالح الآن في خطر؟ إلى أي درجة محاولة أن يكون في خانة الوسط ما بين كل هذه الأطراف المتخاصمة راح تكون هذا المكان الوسطي راح يكون في خطر، وبالتالي لازم يروح يمنى أو يروح يسرى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللضيوف الكرام. أهلا وسهلا. وإلى جميع متابعي قناة الفلوجة. المشهد معقد، ليس يعني الموضوع في يعني موضوع يسير فيما يدور في المنطقة في الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وهذا التصعيد يعني يؤثر تأثير كبير جدا على العراق. العراق لا يمكن أن يكون أن يأخذ دور المتفرج في هكذا أمر، طالما يعني نتحدث من باب المصلحة الخاصة للبلد. هسه على سبيل المثال العراق سوف يكون أول المتضررين، يعني لربما أكثر من الجمهورية الإسلامية نفسها. ليش؟ بدليل أنا اليوم يعني بأنبوب الغاز الإيراني اللي يغذي لي محطات الكهرباء على سبيل المثال ممكن 6000 ميجا واط تطلع من الخدمة، هذا واحد في حال صارت حرب، بدون حرب إذا العراق امتثل للعقوبات وما حصل الاستثناء البديل اللي حصله مثلا بالحس العطوة الأولى العطوة الثانية يسميها هي عطوة. فهذه أولا 6000 وأنت قادم إلى فصل صيف، وهذا ربما يسبب لك حرج جدا كبير وتهديد الأمن الداخلي من انزعاج الناس ابتداء من العملية السياسية ومن المتصدين، هذا واحد. نقطة اثنين،
إذا لا سامح الله حصل تصادم مسلح وبدأت الضغوط تشتد على الجانب الإيراني ولم يكن لديها مفتاح سوى مضيق هرمز. هنا نسأل سؤال، أنا الموازنة مالتي تقرأ 90% نفط وعندنا 3,600,000 برميل هي تمر من مضيق هرمز، لو كان هذا المنع بهذا الاتجاه العراق سيختنق اقتصاديا وسوف يكون هناك الموت البطيء، ليس فقط إلى يعني لقيادات وإنما الشعب العراقي هو المتضرر الكبير بهذا الموضوع. كيفية التعامل أمام هكذا قضية، هل هو التفرج أم هناك بالإمكان استثمار العلاقات الدبلوماسية باعتبار العراق يعني بالفترة الأخيرة هناك انفراد سياسي أصبح مرتكز ونقطة التوازن للقوى السياسية مثلا من كان يتوقع تسمح لك تسمح لك واشنطن في ظل هذا النمط التصعيدي تجاه إيران تسمح لك بأدوات دبلوماسية، يعني مثلا احنا في بداية الحلقة الافتراضات الثلاث اللي وضعناها وممكن أربعة ممكن خمسة ما نعرف، لكن هي يعني هذا اللي قدرت أقرأ في سياق تحليل زيارة بومبيو إلى بغداد. واحد يقول لك إجا يقول لهم يقول السيد عادل عبد المهدي يقول له احمي مصالح الولايات المتحدة بالعراق، ناس تقول لا هو قال أنتم عليكم أن تلتزموا بتوجهات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ناس تقول لك لا هو جاي على مود قضية الطاقة والاستثناء مقابل توقيع عقود طاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني شنو واحدة من هاي الخيارات اللي ترجحها؟ نعم، الموضوع اللي طرحه السيد الضيف بخصوص هناك بعض القوى السياسية يعني لا يخفى على الجميع أنها مقربة إلى الجمهورية الإسلامية ولربما تسبب هكذا أمر يسبب انزعاجات جدا كبيرة للمصالح الأمريكية اللي موجودة داخل العراق، وبالتالي هذه الزيارة تحمل يعني باب التهديد من جانب وباب المكافأة من جانب لربما. قراءتنا لهذا الموضوع يفترض أن تكون بموضوعية، أنه يعني عادة عندما تكون هناك يعني خيارين والخيارين هي سلبية فتفضل يعني تفضل تقول لي أحلى الخيارات مر مرات لربما تتجه في هكذا اتجاه. بالمجمل مصلحة بلدنا هي رقم واحد. شنو الخيار المر المنطقي مثل هذه الأزمة؟ نعم، إذا كان هناك يعني إصرار من الجانب الأمريكي بالالتزام بالعقوبات بشكل نهائي وعدم حصول الاستثناء، فأعتقد العراق يعني بالإمكان أن يستمر ب يعني جلب كل الأمور اللي تهيئ مصالحه، مثلا موضوع الغاز ما ممكن أنه يعني يعني نقدر نجازف ونقول نوقف هذا الموضوع، طالما هي إذا نتحدث عن عقوبات هي عقوبات أحادية الجانب، لا توجد هناك مظلة أممية بهذا الموضوع حتى الجانب العراقي يفترض أن يلتزم ويحترم هكذا قرارات. نعم أمريكا ليس لاعب وهمي في المنطقة، لاعب قوي. يعني أنت هناك جنابك الآن مع نعم. مع عصيان الإرادة الأمريكية في قضية قطع العلاقات الطاقة العراقية الإيرانية. مع شنو؟ يعني أنت الآن يعني أنت الآن كتمثل جهة سياسية. نعم. ترى بضرورة أن تستمر علاقات الطاقة مع إيران. نعم. بغض النظر عن الموقف الأمريكي. لو كانت أمريكا قرارها الأوحد في أنه عدم تقديم استثناءات للعراق فأنا مع هذا الخيار اللي طرح. نعم، هذا ما عندنا غير خيار، لأنه عندما يعني ما هي البدائل لهذا الموضوع؟ زين ما تخاف لا يعني العراق يكون في سلة عقوبات واحدة مع إيران؟ نعم أنت هيجي مضغوط وهيجي هم راح تنضغط. احنا قلنا أحلى الخيارات مر، ذكرنا هذه القضية، لكن بالمجمل إذا كان هذا على حساب حياة الناس ياهو الأكثر مرورا. نعم. عقوبات اقتصادية على العراق تفرضها عليك أمريكا لأنه أنت ما اتفقت وياها في موضوع علاقات الطاقة. لو يعني تمشي ويا الأمريكان وتقطع عنك غاز ممكن توفر من خلال بدائل الغاز الإيراني. ما هي البدائل؟ أنا أتحدث لك مدير عام في وزارة النفط، أنا يعني باختصاص أتحدث لك ما هي البدائل، وهل هي بدائل سريعة؟ أنا أقول مصلحة العراق رقم واحد، لكن البدائل هل من الممكن
توفيرها خلال أيام، هل هي عبارة عن سويتش أون أوف مثلا برأيك؟ هذه جنبة فنية تحتاج إلى وقت جدا كبير، بالحد الأدنى سنتين، تحتاج إلى وقت كبير. البلد ما يتحمل هكذا يعني قرارات انفرادية تتخذ في مضاجع النوم لدى ترامب أو غيره. هكذا يفترض أن نتعامل بهكذا بموضوعية كاملة بما يؤمن مصلحة بلدنا. احنا يعني تربطنا علاقات جيدة مع كل الأطراف السياسية بما فيها حتى أمريكا، فيفترض أن تستثمر هذه العلاقات بالشيء الإيجابي. وآخر الحلول عندما تكون يعني هكذا قضايا ممكن أنه يعني اتخاذ هكذا قرار، لكن بالمجمل ما يؤشر يعني على العراق وإدارة العراق في الفترة الأخيرة هناك انفراج سياسي جدا كبير. من كان يتوقع على سبيل المثال أنه أن يكون مقعد سوريا مقابل السعودية ومقابل تركيا في بغداد؟ من كان يتوقع؟ وهو مقعد سوريا شاغر في الجامعة العربية. هذا نجاح كبير يعني حصل في بغداد بالإمكان استثماره بالشيء الإيجابي. طيب. الانفراج السياسي وحراك الرئاسات الثلاثة، وهذه لأول مرة تحصل أن يكون هناك تنسيق عالي بين رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس النواب. هذا تطور سياسي واستثمار هكذا علاقات بالإمكان أنه تذوب هكذا قضايا، نحصل على الاستثناءات مرة ثالثة ورابعة. كما نتمنى أن لا يتم يعني مثل ما شفت إحنا العراق عاش يعني في مرحلة من الحصار، وعملية تجويع الشعوب هي ثقافة خاطئة، ليس ثقافة صينية. تعرف يعني ورد في ذهني سؤال لكن أسمع إجابة عليه بعدين. نعم. فكرة أن الأطراف العراقية القريبة من إيران، لماذا لا تقنع إيران بأن تجلس إلى طاولة مفاوضات حتى تجنب نفسها وتجنب العراق أن يكون ساحة حرب؟ هذه الفكرة يعني تحتاج إلى نقاش. يعني أسمع من جنابك يعني جواب يعني حول هذه الجزئية. ولكن سيادة العميد كعسكر، لما يكون ملف بلد بيد وزارة الدفاع عند وزير الدفاع تختلف عن لما يكون البلد عند وزير خارجية، بمعنى يعني كثرة زيارة بومبيو أوحت لنا بأن ملف العراق لا زال عند الخارجية الأمريكية. ماذا لو تحول ملف العراق عند جون بولتون اللي هو يعني منظر قضية خنق إيران وفرض عليها المزيد من العقوبات؟ هل هذا يعني بأنه العراق سيكون جزء من حالة الضغط العسكري والأمن الحاصل من واشنطن على طهران؟ لا، أنا ما أعتقد هذا الشيء. أولا احنا صح لحد الآن احنا ما عندنا يعني لم ينصب وزير للدفاع، لكن السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة هو الآن وزير الدفاع بالوكالة، إضافة لأنه وزير الداخلية أيضا بالوكالة. لكن موضوع أنه يكون يعني ضغط باتجاه أنه يستخدم يعني شلون نقول العسكر بجهة ضغط، لا ما أعتقد هذا الشيء. أنا أشرت في كلامي يعني أنه واجبنا واضح، علاقاتنا طيبة مع الجميع، ومثل ما أشار سيادة النائب ممكن أن تكون، وأيضا الدكتور ممكن أن تكون الدبلوماسية واللي اليوم يتمتع بها العراق حقيقة. اليوم نتمتع بدبلوماسية كبيرة جدا، تربطنا علاقات طيبة مع كل دول الجوار، دول العالم، من ضمنها حتى الولايات المتحدة الأمريكية. ولا بد أن يكون حقيقة مصلحة العراق هي فوق كل شيء. إحنا ما نقبل أن يعني تكون مصلحتنا مثل ما قالها سيادة النائب عندما مثلا يقطع الغاز عن البلد أو الكهرباء، هي مو في لحظة أنت تغير أنه تجيب البديل وتخلي هذا البديل، تحتاج إلى فترة طويلة، وهي بها أمور فنية إحنا يمكن ما نعرفها. إحنا كعسكر واضحة جدا، تعرف عندنا القائد العام قوات مسلحة وتوجيهات القائد العام قوات مسلحة نحن نعمل عليها بما يضمن سلامة العراق والحفاظ على العراق. بالعمليات المشتركة سيادة العميد، نعم، يعني تقعدون يا ضباط أمريكان وضباط من حلف الناتو، حلف شمال الأطلسي، يسولفون بيناتهم في قضايا تتعلق بالتهديدات التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية بالمنطقة؟ لا لا لا، هذا الموضوع ما لنا دخل. احنا نشوف كقيادة عمليات مشتركة لدينا تحالف دولي يضم وأيضا الناتو، ما نعمل عليه هو تنسيق في مواضيع الاستشارة في موضوع التدريب والتسليح والتجهيز، تبادل المعلومات الاستخباراتية، مواضيع أخرى هي في بعض الأحيان يعني نستخدم طائرات التحالف الدولي ببعض الضربات مثلا في سلسلة جبال حمرين.
هذه السلسلة الطويلة اللي تمتد. يعني حرب على داعش. هذا ما تسولفون بغير هذا. هذا عملنا. إحنا عسكر. إحنا ملتزمين بالحفاظ على سلامة المواطن والحفاظ على الأراضي العراقية والاستمرار بعملية استئصال ما تبقى من فلول وعصابات داعش. طيب لكن ماشي سيادة. وبناء القدرات. أي واضح. قراءتك يعني قراءتك كعسكر. نعم. وبرتبة عميد في المؤسسة العسكرية العراقية. المصالح العراقية كيف يمكن أن تتضرر في حال نشوب نزاع؟ أكيد تضرر. يعني أولاً إحنا أمور كثيرة يضرر بها البلد. أولاً تربطنا إحنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحدود كبيرة، بحدود 1200 يمكن 1200 كيلومتر. أكثر من 1200. أكثر من 1200 كيلومتر. أيضاً عندنا مصالح تجارية مع إيران. عندنا موضوع الكهرباء، موضوع الغاز. مواضيع كثيرة. اثنين، لا تنسى مثل ما أشار سيادة النائب، هناك جهات سياسية أيضا عندها علاقة طيبة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ممكن أن حتى في العملية السياسية تكون هناك حقيقة، ممكن أن تكون أقدر أقول عليها يعني شلون نقولها، عدم اضطراب أو عدم وضوح بالصورة. اثنين، مصلحة شعبنا مهمة جدا اليوم. إحنا لا زال عندنا موضوع إعادة إعمار مدن. يعني عندنا مثلا في الموصل، المدينة القديمة تحتاج إلى إعادة إعمار. هناك جهود دولي، هناك مو صح لوني غلطان، عملية رفع ألغام لحد الآن احنا نحتاج إلى جهود كبيرة بعملية رفع الألغام. إضافة إلى الموضوع الآخر هو الموضوع الاقتصادي. هل يمكن أن تكون سماء بغداد على سبيل المثال الآن مشهد لتبادل الصواريخ؟ نتمنى أن لا يحدث هذا. نتمنى أن لا يحدث. بلغة العسكر ممكن، جائز كل شيء، ممكن جائز كل شيء يصير. يعني تعرف ده موقع العراق الآن موقع مهم، والمشكلة الآن هناك تصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إحنا ما نريد توصل المرحلة. شوف، اتخاذ قرار الحرب ليس بالسهل. يعني عندما يتخذ قرار حرب هو ليس موضوع سهل، فيه تداعيات كثيرة وكبيرة على كل الجوانب. حتى وان نشبت، يعني في بعض الاحيان يقول احنا ما لنا دخل، كمثال امريكا وايران. لا، شلون ما لنا دخل امريكا؟ احنا راح نكون في المنتصف، ممكن ان نتاثر بالكثير. بالمنتصف سياسيا وامنيا وجغرافيا، سياسيا وامنيا وجغرافيا واقتصاديا، في كل هذا، وحتى اجتماعيا. اكيد بعد اكو موضوع اخر زين، واسم البرنامج ايضا شبيه. نعم، برنامجكم شو اسمه؟ حتى المنتصف. اي ايضا المنتصف، حتى المنتصف بمنتصف الطريق. فاللي نتمناه، وانا اعتقد انه حقيقه اليوم الدبلوماسيه العراقيه لديها القدره على ان تقرب وجهات النظر. عندما طرح، يعني مثل ما اشرت ببدايه الحلقه، قلت انه الرئيس الامريكي ترامب اعلن انه يعني جاهز ان يتفاوض بدون اي شروط. اذا ممكن انه هناك يعني فسحه او مجال لعمليه التفاوض واللقاء والوصول الى نتائج افضل ما الذهاب الى الحرب. حتى امريكا، حتى امريكا وايران تعرف انه نتائج سلبيه راح تكون من وراء هذه الحرب. يعني شخصيه ترامب شخصيه تجاريه اكثر مما هي شخصيه قياده عسكريه او قياده سياسيه، وبالتالي تحاول تتجنب الحرب. لكن هذه اداره بها صقور وبها حمائم، ربما لغه الصقور تغلب على لغه الحمائم. وبالتالي دكتور، خيارات الحرب احنا قلنا في عامل الوقت هي تسير باتجاه التصعيد، باتجاه زياده التهديد ومؤشرات نشوب حرب، وبالتالي يعني مجيء البارجات والقاصفات الى سواحل ايران. الدبلوماسيه العراقيه الان مرتكزها وين؟ يعني لما شفنا احنا حراك دبلوماسي في الايام الماضيه كان جيد نحو اعاده العلاقات، لكن مع هذا التصعيد اوحت بانه هذه الجهود الدبلوماسيه لم تنجح في التهدئه. شو رايك بهذه الفرضيه؟ لا يعني خلي اقول لك قضيه. هذا يعني حتى الاجتماع الاخير مال دول الجوار، هذا يدلل انه اكو مصلحه لهذه الدول في انه العراق يلعب دور معين. هو مو لانه تنامي اكو تنامي بقوه العراق بدرجه وبالتالي قدر يجمع هاي الخيوط عن طريق دبلوماسيته الذاتية، لا، لكن هناك إدراك من قبل هذه الدول أنه مرحلة ما بعد 2003 وحالة عدم استقرار العراق بالطريقة اللي شفناها قبلها، يعني قبل داعش كان أكل قاعدة، ولها انعكس سلبي على هذه الدول.
نرجع إلى قضية إيران من هذا المنطلق، مصلحة الدول. اليوم العراق سياسته المعلنة الدبلوماسية تحديدا في قضية النزاع أو الصراع الإيراني الأمريكي، يقول لك إحنا على الحياة، أمريكا عندنا مصالح وياها، وأمريكا لو فرضت علينا عقوبات لا يعني يتضرر العراق بشكل كبير، وأيضا لدينا مصالح مع إيران، وأي عقوبات ممكن أنهم نطبقها إذا راح نتضرر. هاي سياسة الحياة هل هي اختراع دبلوماسي عراقي؟ بالتأكيد هو أوكي هذا اختراع، لكن أيضا هل مطروح إيرانيا أو أمريكيا أنه العراق يجب أن يذهب أما باتجاه أمريكا ضد إيران أو باتجاه إيران ضد أمريكا؟ أمريكا راح تقبل العراق يظل على الحياد؟ هو ما يقول لك، هو مطروح أمريكيا أنه يجب على العراق أنه يأخذ الجانب الأمريكي في تصور لحد ما مطروحة هاي القضية، ما مطروحة، وبالتالي الطرفين الأمريكي والإيراني من مصلحتهم هذا الحياد العراقي أو المنتصف، ما نقدر نسميه الحياد، المنتصف اللي موجود، وبالتالي التعاون المتبادل ما بين المنتصف. الطرفين ما بين الطرفين هذا يخدم الجانبين، وبالتالي مستمرين. يوم 2/5 كانت هناك العقوبات على الدول اللي ممكن أنه تستورد النفط من إيران، لم يكن العراق من ضمن هذه الأسماء. هذا شيء دليلك، دليلك أنه أوكي أكو فسحة، لأنه الأمريكا بس جايك. هي شنو الحجة دكتور؟ عفوا، الحجة بأنه الغاز والكهرباء ما لها علاقة بالنفط، والموضوع يتعلق بالنفط. لا بس جايك هو ويقدر دكتور، أكو حزم اليوم، حزمة معادن يقصد بها الخام، بس ما هو بس هو بس يوم حزمة باشر، عقبة حزمة بتروكيماويات وغيرها. مو احنا يعني جايتنا المثرمة، لا احنا جينا نتحدث مطروح في هذه اللحظة أنه العراق يجب أن يكون أمريكي بشكل كامل أو ينحاز إلى إيران بشكل كامل، ومصلحة هاي الطرفين في هذه القضية ماكو مصلحة لهم، باعتبار أنه اليوم احنا إذا تحدثنا عن أمريكا، أمريكا تجي وتحاول أنه تخلي تهديد على العراق أنه أنت يجب أن تأخذ الموقف الأمريكي وبالتالي تساهم بالعقوبات على إيران. هذا الشيء يعني أمريكا يفهمون أنه في العراق هناك قوة قادرة، اللي إيران عندها أدوات كثيرة مؤثرة على الحكومة العراقية وعلى العراق وعلى أمريكا في الداخل العراقي. بالتالي هذا معناه شنو؟ معناه يقول يا به هذا العراق روح المن إلى إيران بشكل كامل، ما حد يقدر، لأنه القوة أو الأدوات والموالين لإيران في العراق ما راح يسكتون ولا راح يقبلون بهذه القضية. أمريكا هل مستعدة أنه تضحي بالعراق بشكل كامل وتعطيه هدية لإيران؟ أعتقد أنه لن يكون. بالجانب الإيراني دكتور عفوا، هل فعلا يعني هناك أدوات عراقية موالية لإيران ستمضي إلى جانب إيران بالمطلق في حال نشب نزاع مسلح؟ يعني أعتقد أنه هاي واضحة، وأعتقد أنه التصريحات الأطراف اللي تعتقد أنه إيران أقرب ويجب أن نأخذ السياق والسياسة القريبة من إيران بشكل كبير هم يصرحون. أسأل سيادة العميد بلغة العسكر، هذا فعلي لو أيضا مبالغ به؟ لا أعتقد أنه مثل ما قال الدكتور ياسين، يعني الكثير من الكتل السياسية أو الجهات المرتبطة به يعني مسلحين فصائل مسلحين، يعني أكيد يعني كان هناك لغة واضحة أنه هي ستكون مع إيران، يعني هذا واضح، وهذا ممكن أن يخلق القدرة دكتور؟ نعم لها القدرة. أقول لك دكتور، يعني إحنا خلينا نكون واقعيين، ممكن أنه اليوم أني مثل يعني إيران يوم عندما تحاصر بشكل مستمر بضغوطات بضغوطات بضغوطات، وعندما تذهب ويوصل الموضوع إلى موضوع حرب أو صدامات، ممكن أن تتعرض إلى المصالح الأمريكية اللي موجودة، أن تهاجم هذه المصالح الأمريكية، وهناك الكثير من الفصائل التي أعلنت بشكل رسمي أنها ستكون بجانب إيران وباتجاه المصالح الأمريكية، باتجاه المصالح الأمريكية. هذا واضح جدا، واضح للعالم أجمع وبشكل علني على وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. أنا ليش قلت يعني دائما اللغة السياسية والدبلوماسية وخاصة الدبلوماسية ممكن أن تصل إلى نتائج. إيران وأمريكا الكل يعرف مدى الخطورة الذهاب طيب. إلى موضوع الحرب. طيب سيادة النائب، سألتك يعني الأطراف القريبة إلى إيران اللي لها علاقة متينة وتعاون مشترك وزيارات، وتعتبر ويعني هذه الأطراف العراقية تعتبر طهران مرجعية سياسية بالإضافة إلى المرجعية الدينية العليا الموالية لها. تعالوا يا جماعة الخير في طهران، ترى إحنا في خطر وأنتم في خطر،
أمريكا عندها 12 شرط قعدوا تفاوضوا وياها مكان ما تنسحبون برنامج نووي وتعطلون بعض فقراته وتخسرون أوروبا وتصير عداوة ويا أمريكا أيضا يعني معكم بالإضافة إلى واشنطن. يعني هذه الرسالة ما ممكن توصل يعني كجهد دبلوماسي تفاوضي من هذه الأطراف؟ نعم. هم سياسيين بالنهاية وليس فقط عسكر. نعم. ما يعني يتميز بالنظام السياسي الإيراني هو نظام يعني يمتاز بالدراية الكاملة ويمتاز بحسن التلاعب بالأوراق وبما يؤمن يعني سلامة الجمهورية الإسلامية. ليس يعني لا نتحدث عن بلد هو جاء عن صدفة وإنما نتحدث عن إمبراطورية كاملة. وأمريكا تعلم جيدا وتعي حجم الثقل السياسي اللي تمتع به الجمهورية الإسلامية وحجم الإمكانيات المتوفرة لدى الجمهورية الإسلامية باقتصاد جدا قوي داخل منظومة اكتفاء ذاتي. هناك ناس ملتصقين أيضا بالقيادة السياسية الإيرانية. هذه كلها أوراق يعني جاذبة للحكومة وليس طاردة. نعم هناك المنزعجين وهناك تحديات اقتصادية يقابلها بالشق الثاني، لكن يعني صبغة الانهزامية ما راح تكون حاصلة يعني في لحظة المنازلة. هذه يعني يفترض أنه نثبتها في هذه القضية. القضية الأخرى الأطراف القريبة من الجمهورية الإسلامية، احنا ايضا يعني كمنظومة سياسية بالعراق بعد التغيرات السياسية الى يومنا هذا، اذا اردنا ان نتحدث بلغة الإنصاف، كانت وقفة النظام السياسي الإيراني مع الحكومة العراقية في أحلك الظروف كان حاضرا. هذا لا أحد يعني من الإنصاف أن نذكر هذا حتى لو انزعج البعض من ذكر هكذا ملاحظة، لكن هذا واقع. لربما كان البعض يستكثر على العراق وهي عبارة عن دويلة أن يكون لها موظف في سفارتها يمثل العراق في قمة بغداد. ترى مثلا وصول يعني عندما كانت حركة الطائرات معدومة وعندما كان هناك لم يلبي إلى هذا البلد أي تمثيل دبلوماسي، كان هناك وزير الخارجية الإيرانية يعني جاء لبغداد. تتكلم في التسعينات بالسيارات؟ نعم تتكلم عن فترة التسعينات. لا أتحدث عن بعد سقوط النظام مباشرة. هذه القضية الوقفة مع داعش والتحديات الكبيرة، ونعرف إحنا يعني داعش وصل لأطراف بغداد، كانت أيضا هناك وقفة واضحة. المجتمع الدولي كان ينظر لنا نظرة المتفرج، وكانت هناك إمدادات جدا كبيرة بالسلاح وتفاصيلها، والسيد العميد لربما هو أعرف بهذه القضية. هذه مواقف يفترض تكون أيضا شاخصة بلغة الإنصاف، ونحن يعني نمتاز بهذه الثقافة. هسه يعني مواني أمام موقف ينسيات النار. نعم. لو لغة إنصاف ورد الجميل، لو مصالح عراقية ودبلوماسية وبلد وقف على شفا حرب، نعم احنا يعني وين نروح؟ انا اقول ذني مرتكزات يعني ما ممكن انه احنا نغادرها بحكم هسه التربية، بحكم يعني هذه المنظومة الفكرية اللي نمتاز بها. هذه موجودة، هذه قضية فردية. لكن احنا ثبتنا مستوى دولة، ثبتنا قضية اساسية في بداية الحوار، قلنا مصلحة البلد والشعب هي رقم واحد. تمام. في هذه هكذا مواضيع. نجي للأطراف اللي ممكن تتعاون مع الجانب الإيراني كموقف رسمي. اليوم احنا عندنا كل الجهات السياسية هي موجودة في الحكومة، فما يتم اتخاذ قرار سياسي من الحكومة جميع الأطراف ملتزمة به. لكن هنا السؤال اللي يطرح نفسه، هل انه التصرفات الانفرادية التي تصدر من هنا وهناك وهي كثر لربما تكون، هل تحسب مثلا على الحكومة العراقية؟ الجواب كلا، يعني هذا أعتقد بلغة الإنصاف. لكن حتى هذه الزيارة اللي قام بها يعني الجانب الأمريكي العراق هي واحدة من هذه الرسائل، حماية المصالح الأمريكية. لربما هذه الانزعاجات هم مخليها في خواطرهم، لذلك تكون يعني شاخصة يعني لدى الجانب الأمريكي هكذا تحركات. وبنفس الوقت يعني العراق يعني يكون يستنفذ كل الحلول اللي يتأمن مصلحته أولا وآخرا. في مجلس النواب يعني مثل هذا الخيارات، يعني مثلا أكو يمكن المفروض بعد أكو جلستين ثلاثة. نعم. في مجلس النواب أحد القوى السياسية في باله يطرح هذا الموضوع؟
بتداعياته وبتفاصيل الخطيرة؟ نعم، هناك كان في جدول الأعمال موضوع كان تجاوز القوات الأمريكية على الشرطة الاتحادية في كركوك، كان هناك قصف. يفترض هذا يناقش في مجلس النواب. لا الآن حدث عن أكثر من هذا. أما هذا, هذا يعني الطرح بهذا كذا جو يعني لغاية هذه اللحظة لا يوجد، ومن عندما تنعقد جلسات مجلس النواب بالإمكان أن تمضي هكذا فقرة بالاتفاق مع رئاسة مجلس النواب، وهو أمر مهم ويفترض يكون إلى أولوية في التعامل. وإحنا عندنا القائد العام للقوات المسلحة هكذا مواضيع حساسة، الجنبة العسكرية تكون حاصلة، طالما يعني رئاسة مجلس الوزراء المتمثلة بالدكتور عادل عبد المهدي تم التصويت إلى من يعني استطيع أن أقول بالإجماع من قبل القوى السياسية، فما يتخذه من قرار إذا كان هذا القرار ناضج وقرار سليم بما يؤمن مصلحة البلد فالبرلمان يقف خلف هكذا قرار، وإذا كانت هناك ملاحظات بالإمكان يتم التداول معه لمعرفة التفاصيل. طيب سيادة العميد، يعني المصلحة العراقية مثل ما قلنا هي الأولوية في كل ما يجري، والعسكر يتبع السياسي في قراراته وفي توجيهاته، ولكن الآن أكو مخاطر أمنية محدقة على المصالح العراقية. تابعت أكو يعني عند السياسيين خطة عسكرية لتلافي أي إشكالية قد تقع على الأراضي العراقية. يعني أولا نحن يعني كعسكر منتبع السياسيين مع احترام للسياسيين، وإنما نتبع القائد العام القوات المسلحة. نعم. وبالتالي هو سياسي. نعم أكيد. ولكن هل تقول لي نعم هل تقول إنه السياسة لا تؤثر على العسكر؟ لا، أكو تأثير. يعني عفوا سيادة العميد، مثل هذه المخاطر أكيد القائد العام القوات المسلحة أكيد. يجي على العسكر يقول لهم يابا شاوروني في خطة، إحنا مقبلين ربما على صدام مسلح. أكيد. أحد سولف بهذا المنطق، طلبت منكم خطة لتلافي أي سنة؟ لحد هذه اللحظة لم يعني يطرق مسامعي هكذا كلام لحد هذه اللحظة، لكن أعتقد أنه السيد القائد العام قوات المسلحة عند بالمستشارية وكذلك عند القيادات العسكرية العراقية، وما يهمنا أن أشرت في كلامي وهذا واضح جدا هي مصلحة العراق، مصلحة العراق ومصلحة الشعب العراقي هي فوق كل شيء، وواجبنا أن نحمي الأراضي العراقية ونحمي المصالح العراقية ونؤمن سلامة المواطن العراقي. طيب. وأعتقد أنه هاي أسمى يعني عمل نقوم به كعسكر هو حماية الشعب. على هذا الشيء أكيد. أكيد، ولهذا إحنا يعني شوف مثل يمكن الدكتور قبل سيادة النائب قبل شوية قال أنه إصابات داعش وصلت إلى حدود بغداد إلى أطراف مدينة بغداد، والكل تكاتف وحمل السلاح وقاتلنا، وكان العالم حقيقة في بداية الأمور كان بدأ العالم أو دول العالم تتهيأ أن تتعامل مع عراق مقسم، لكن بفضل الدماء الزكية بفضل الجهود الكبيرة الحرب القاسية اللي خضناها مع إصابات داعش الإرهابي وحققنا النصر، هذا ما جاء اعتباطا، جاء بالتكاتف والقيادة الحكيمة وأيضا موضوع التنسيق لكل هذه العمليات. إحنا ما يهمنا، وأيضا كان من واجبنا وأولى المهام التي كانت لدينا هو أن نحمي الشعب العراقي، أن نصون كرامته، أن نحافظ على مكتسباته، البنى التحتية، والكثير من شبابنا أعطوا أرواحهم في سبيل أن ينقذ امرأة أو رجل كبير في السن أو منتشرة في شوارع بغداد، اللي استشهد بالمكان الفلاني واللي ضحى بنفسه بالمكان الفلاني. في دقيقة واحدة دكتور حتى أختم، استشرافك للسيناريو المقبل وإذا طلبت منك مشورة لرئيس الوزراء إيش راح تقول له؟ يعني أنه يستخدم هذا الظرف لمصلحة العراق بطريقة يعزز إمكانية العراق، قدرة العراق، استقلاليته الاقتصادية، تنميته. الحرب أو حالة عدم الاستقرار ممكن أن تستثمر لكن بذكاء. نعم أدواتنا ضعيفة، لكن هاي اللحظة ضعف وتشتت الأطراف اللي موجودة الإقليمية ممكن نستثمرها لصالحنا بشكل كبير. فقط بنصف دقيقة، احنا دائما نتحدث مصلحة العراق ممكن بالعسكر معروف وسهل عليهم مصلحة العراق الحماية، لكن بالسياسة الجميع يتحدث عن مصلحة العراق، لكن لكل طرف من الأطراف السياسية عنده رأي وعنده طريق
عنده اسلوب في مصلحه العراق. وهو ما متخيل الاجماع في هذه القضيه، كل واحد يعتقد انه طريقته واسلوبه وتقاربه مع الطرف دولي او طرف اقليمي هو هذا مصلحه العراق. هنا الحكومه في والبرلمان في كيفيه صياغه كل هذه المتناقضات بطريقه جيده بالفعل تنعكس اقتصاديا سياسيا امن واستقرار على العراق، هي مصلحه العراق. نصف دقيقه سياده النائب، مصالح العراق وين؟ مصلحة العراق أن يستخدم كل أدوات الدبلوماسية في يعني الابتعاد من حالة التصادم المسلح. وأنا يعني حسب ما يعني أرى من سياسة للجانب الإيراني أنه يعني لا أعتقد أن تكون هناك تصادم مسلح بين أمريكا وبين إيران، وهذا ما أتمناه وأرى في هذا الأفق من النفس الطويل في كل التفاهمات اللي قادتها إيران، مثلا في موضوع الملف النووي اللي استغرق له تقريبا تفاهمات وخذت له فد 4 سنوات 5، فلا يمكن أن يكونوا مثلا في هكذا موضوع يعني حاصل هكذا قرارات انفعالية. بالإمكان أن تكون الحكمة حاضرة في القرارات اللي يفترض أن تتخذ في هذا الموضوع. شكرا سيادة النائب علي العقابي، شكرا دكتور ياسين البكري، سيادة العميد يحيى رسول، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الحوار. مشاهدي الكرام، احنا عبرنا المنتصف بدقائق، لكن هي تعويض عن المطرة اللي وقفت الحلقة لمدة دقائق معدودة. نشكر لكم طيب المتابعة، نلتقي غدا عند 11:00 ومستمرين وإياكم حتى المنتصف خلال شهر رمضان المبارك من العاصمة الحبيبة بغداد في هذه الأجواء الرمضانية. السلام عليكم ورحمة الله، تصبحوا على خير. شكرا سيادة.